لسه مكملين احتفالنا بابطال الرباعيه سيدات سله الاهلي في ضيافتنا النهارده علشان نحتفل بيهم. الحقيقه يستحقوا التتويج ويستحقوا الاحتفال بهذه الرباعيه الاستثنائيه. ودلوقتي انضم لنا طبعا اثنين من نجمات الفريق، كابتن رنيم الجداوي منورانا ومشرفانا النهارده. شكرا لنورك. وكابتن ميرال اشرف منورانا ومشرفانا. منورك. خليني ابتدي معاكي بقى يا ميرال. يمكن انا شفت الحقيقه انت بقالك 2 سيزونز مع الفريق، ولكن قدرتي ان انت تسيبي بصمتك، بصمه كبيره طبعا، وتحديدا في البطوله الاخيره بطوله الدوري، وقدرتي ان انت كمان تحصلي على بست 3 بوينت شوتر. ويمكن انا كنت واقفه اليوم ده كنت بسجل مع كابتن طارق وقال لي انا بقالي 2 سيزونز نفسي ميرال تاخد حاجه، ده مشهد رائع جدا بالنسبه لي وانا مبسوط قوي باللي بيحصل ورايا ده. تقولي ايه عن السيزون ده؟ سيزون استثنائي طبعا، وكمان فكره فرحه كابتن طارق بيكي بعد ما فزتي بهذه الجائزه. هو كان سيزون مهم جدا بالنسبه لنا. احنا كنا عارفين فريق سبورتنج مدعمه بلعيبه كويسين السنه دي، فكنا عارفين ان البطولات اللي هنلعبها مش تبقى سهله من ان احنا نكسبها زي السنه اللي قبليها. ويمكن كمان كان الموضوع مهم جدا بالنسبه لنا بعد ما خسرنا اول بطوله، فاحنا كنا نازلين ماتشات الكاس والدوري ان احنا لا احنا عايزين نعوض الخساره اللي احنا خسرناها. فكلنا كنا عارفين نلم بعض، كنا عارفين نلعب مع بعض، كنا عارفين اللي هو احنا عايزين نعمل ايه عشان نعرف نكسب البطولتين دول. وطبعا ما كنتش هاخد الثري بوينت دي من غير مساعده فرقتي وثقه الجهاز فيا طبعا. انا شفت كمان الفيديو بتاع كابتن طارق، انا ما كنتش شفته يعني يوميها، فشفته لما نزل فانبسطت يعني جدا. انا كنت عارفه دايما كابتن طارق نفسه ان انا كانت فرحه كبيره كانه كان باباكي الحقيقه. اللي هو نفسي بنتي كانت تاخد جايزه طول السيزون والحمد لله حققتها. ايوه كان نفسه كل مره بنلعب بطوله هو كان دايما بيبقى نفسه ان انا اخد حاجه، بس يعني ما كانش بيحصل نصيب، بس هي حصلت في بطوله يعني بالنسبه لي كانت مهمه جدا، فانا كنت مبسوطه بيها جدا ومبسوطه كمان ان احنا كلنا كان شكلنا حلو في البطوله دي يعني.